السلام عليكم طلاب الصف الأول الإعدادي، معاكم صفاء نادي والدرس الثالث عصر الدولة الوسطى. عرفنا قبل كده أن كل عصر من العصور بيتكون من مجموعة من الأسر، فالعصر العتيق بيتكون من الأسرة الأولى والتانية، عصر الدولة القديمة بيتكون من الأسرة الثالثة للستة، وعصر الاضمحلال الأول بيتكون من الأسرة السابعة إلى الأسرة العاشرة، وعصر الدولة الوسطى بيتكون من الأسرة الحداشر للاتناشر. وبرضو عرفنا قبل كده أن كل عصر من العصور ليه مميزاته وتم إطلاق اسم آخر عليه، يعني عصر الدولة القديمة أطلق عليه عصر بناة الأهرامات، أما عصر الدولة الوسطى فأطلق عليه عصر الرخاء الاقتصادي، وهو ده اللي هنتناوله النهاردة بالشرح. عصر الدولة الوسطى هو عصر بيتكون من الأسرة الحداشر إلى الأسرة الاتناشر، وأطلق عليه عصر الرخاء الاقتصادي. كلمة رخاء اقتصادي يعني قوة اقتصادية، في مشروعات، في رخاء، في تنمية. لم يهتموا ملوك هذا العصر ببناء أهرامات، ولكن اهتموا بإقامة مشروعات، مشروعات زراعية، صناعية، تجارية، حفر قنوات، فكل ده خلى فيه قوة اقتصادية في البلاد، في رخاء، في تقدم، في تنمية، في عمل. بما تفسر أطلق على عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي، لأن الملوك اهتموا بالمشروعات الزراعية والصناعية والتجارية، واهتموا بتشغيل المناجم والمحاجر، فكل ده عمل نهضة في البلاد. أهم ملوك عصر الدولة الوسطى: الملك أمنمحات الأول، سنوسرت الثالث، أمنمحات الثالث. نبدأ بالملك أمنمحات الأول. كان وزيرا لآخر ملوك الأسرة الحداشر، هو كان وزير لآخر ملك في الأسرة الحداشر، ولكن بعد وفاة هذا الملك أعلن أمنمحات الأول نفسه ملك على مصر عام 2000 قبل الميلاد. أهم أعماله: واحد، أخضع حكام الأقاليم لحكمه وأحتفظ معهم بعلاقات ودية. 2، نقل العاصمة من طيبة إلى أسيتاوي. في البداية كانت طيبة هي عاصمة مصر، هو شاف أن طيبة مكان بعيد في جنوب مصر، مش هيقدر يتحكم في مصر كلها وهو موجود في طيبة، فنقل العاصمة إلى أسيتاوي وهي في الجيزة. معنى كلمة أسيتاوي يعني القابضة على الأرضين، الشمال والجنوب، في النص يقدر منها يتحكم في شمال مصر وجنوب مصر. كمان أمن حدود مصر من الأسيويين والليبيين. في الوقت ده كان بيحصل غارات على مصر من الأسيويين والليبيين، فأمنمحات الأول قادر إن هو يأمن حدود مصر من ناحية الأسيويين والليبيين، إلى جانب كمان إن هو أقام أسوار أمنمحات المبجل ببلاد النوبة. أقام أسوار عالية وكبيرة لحماية بلاد النوبة وسماها أسوار أمنمحات المبجل، يعني أمنمحات العظيم. 2، الملك سنوسرت الثالث، وهو من الملوك العظام اللي اهتموا بالتجارة واهتموا بشؤون مصر الداخلية والخارجية. سنوسرت الثالث أهم أعماله حفر قناة سيزو ستريس. ايه قناة سيزو ستريس دي؟ هي اقدم طريق مائي بيصل بين البحر الاحمر والبحر المتوسط عن طريق نهر النيل، يعني حفر قناة كانت بتصل البحر الاحمر بنهر النيل، ومن نهر النيل نصل الى البحر المتوسط، فهي ما وصلتش بين البحر الاحمر والمتوسط بشكل مباشر، لا، وصلت بين البحر الاحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل. طيب ما النتائج المترتبة على حفر قناة سيزو ستريس؟ أدت إلى زيادة النشاط التجاري، حصلت نشاط تجاري بين مصر وفلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط اللي هي زي كريت وقبرص. كمان زودت الصلات التجارية بين مصر وبلاد بونت اللي هي الصومال. أهم نتيجة من نتائج حفر قناة سيزو ستريس أدت إلى زيادة العلاقات أو الصلات التجارية بين مصر وفلسطين وسوريا وجزر البحر المتوسط وبلاد بونت. 2، شيد قلعتي سمنة وقمنة، ودي كانت في بلاد النوبة،
وعن طريقها استطاع تأمين حدود مصر الجنوبية. وكمان أقام لوحة على الحدود الجنوبية لمصر كان بيؤكد فيها على أهمية الحفاظ على البلاد والتمسك بوحدة البلاد. دي كانت أهم أعمال سنوسرت الثالث. ثالثا الملك أمنمحات الثالث، أحد الملوك العظام الذين حكموا مصر واهتم بشؤون الري والزراعة، فكانت من أهم أعماله واحد إقامة مقياس للنيل عند الجندل الثاني. حكاية مقياس النيل ده، مقياس النيل حاجة عاملة زي المسطرة الطويلة، هو عمود طويل مدرج. عن طريق هذا المقياس بيقدر يحدد المياه في نهر النيل كتيرة، وهقدر أزرع أراضي كتيرة والمحاصيل الزراعية كتيرة فهفرض ضرائب، ولا المية في نهر النيل قليلة فهزرع مساحة أرض قليلة فالمحصول هيبقى قليل فالضرائب هتبقى قليلة. يبقى ليه أقام مقياس للنيل لتحديد مقدار الضرائب والمساحات المزروعة. يبقى من أهم أعماله أقام إيه؟ مقياس، يعني بيقيس المية اللي في النيل. موجود فين المقياس ده؟ عند الجندل الثاني. اتنين، أقام سد اللاهون. سد، والسد وظيفته إيه؟ بيخزن مية، والمية دي ممكن استخدمها في زراعة أراضي جديدة، بما تفسر إقامة سد اللاهون لتنظيم شؤون الري والتوسع في الزراعة. تلاتة، بنى هرم في منطقة هوارة في الفيوم. بنى هرم في هوارة في الفيوم، إلى جانب أنه أقام معبد قصر اللابرانت المعروف بقصر التيه، وده كان معبد كبير جدا مليان حجرات وطرقات، ولو حد دخله بيصعب أن يخرج منه بمفرده، فأطلق عليه اسم قصر التيه. ولكن البلاد بعد أمن محات الثالث حكمها ملوك وحكام ضعاف، فأدى ذلك إلى سقوط الدولة الوسطى، بما تفسر سقوط الدولة الوسطى بسبب ضعف الملوك بعد أمن محات الثالث، إلى جانب الصراع بين حكام الأقاليم أنفسهم وبين القصر الفرعوني. يعني حكام الأقاليم في صراع وتنافس بينهم وبين بعض، وبرضه في تنافس بينهم وبين القصر الفرعوني. وأصلا الملوك اللي تولوا الحكم بعد أمن محات الثالث هم ملوك ضعفاء، فسقط عصر الدولة الوسطى وانتهى، ونجح الهكسوس في احتلال مصر، وبيبدأ عصر جديد وهو عصر الاضمحلال الثاني، يعني عصر الضعف الثاني، وهو بيتكون من الأسرة 13 إلى الأسرة 17. فهذا العصر بيستطيع الهكسوس من احتلال مصر. من هم الهكسوس؟ هم قبائل بدوية جاءت من آسيا عن طريق فلسطين. قبائل بدوية جت احتلت مصر عن طريق فلسطين. طب ليه؟ بما تفسر نجاح الهكسوس في احتلال مصر بسبب ضعف الملوك، كثرة عدد الهكسوس واستخدامهم للعجلات الحربية. الملوك في مصر ضعيفة، إلى جانب أن عدد الهكسوس كان كبير جدا، وكمان جيشهم كان مدرب على استخدام العجلات الحربية، فكان جيش أقوى في الوقت ده من الجيش المصري، واستطاعوا احتلال مصر. طب سيطروا على مصر كلها؟ لا، في البداية سيطروا على الدلتا وأقاموا عاصمة لهم وهي أواريس. فين أواريس دلوقتي؟ في الشرقية في حتة اسمها صان الحجر. يبقى عاصمة الهكسوس هي أواريس. بعد ما سيطروا على الدلتا كمان سيطروا على أقاليم مصر الوسطى، وسيطروا على منف. لم ينجح الهكسوس في السيطرة على جنوب مصر، وسيطر على جنوب مصر أمراء طيبة، وأطلق المصريين على الهكسوس لقب الملوك الرعاة، لأن هم أصلا كانوا قبائل بدوية رعوية بيشتغلوا في حرفة الرعي، فالمصريين أطلقوا عليهم اسم الملوك الرعاة استهزاء، بمعنى أن احنا المصريين كان عندنا حضارة فرعونية كبيرة وبنينا وعملنا مشروعات وصلات تجارية، وانتوا جايين تحتلونا فجأة، فأطلقوا عليهم لقب الملوك الرعاة. ليه؟ لأنهم احتلوا مصر دون وجه حق. المصريين كرهوا حكم الهكسوس لأن الهكسوس أساءوا معاملة المصريين. طب الهكسوس عملوا إيه؟ دلل على صحة العبارة أساء الهكسوس معاملة المصريين. عملوا فينا إيه؟ نهبوا الممتلكات، فرضوا الضرائب، خربوا المعابد، بنوا القلاع، ووزعوا قوتهم الحربية للسيطرة على ثورات المصريين. الممتلكات نهبوها
وفرضوا ضرائب عالية جدا على المصريين، وكانوا بيخربوا المعابد المصرية، وكانوا عايزين يسيطروا على ثورات المصريين، فبنوا قلاع كتيرة ووزعوا قوتهم الحربية في شمال مصر للسيطرة على ثورات المصريين. ولكن على الرغم من ذلك تأثر الهكسوس بالحضارة المصرية القديمة. يقول لك دلل على صحة العبارة، تأثر الهكسوس بالحضارة المصرية القديمة. اتأثروا بها ازاي؟ هتقول تلقبوا بألقاب المصريين، لبسوا ملابس المصريين، تحدثوا بلغة المصريين. يبقى هم كانوا بيتلقبوا بألقاب المصريين وبيلبسوا زينا وبيتكلموا زينا، يبقى هم أساءوا معاملتنا لكن في نفس الوقت تأثروا بينا. لكن أمراء طيبة حاولوا يكافحوا ضد الهكسوس وحاولوا تحرير مصر من سيطرة الهكسوس. هنبدأ بالملك سقن رع، وهو قائد المرحلة الأولى من حرب التحرير. هو أول واحد أخذ جيش وطلع عشان يحارب الهكسوس، ولكن استشهد في حربه ضد الهكسوس. بيكمل من بعده ابنه كاموس، استكمل المرحلة الأولى من حرب التحرير ولكن برضو استشهد في هذه الحرب. من بعدهم بيكمل أحمس. أحمس هو ابن سقن رع وأخو كاموس. في البداية حاول أحمس يفكر في أسباب انتصار الهكسوس على المصريين، فلقاهم بسبب استخدامهم للعجلات الحربية. فقبل أحمس ما يخرج يحارب الهكسوس كون جيش قوي يدربوا على استخدام العجلات الحربية، ثم خرج بعد ذلك وحارب الهكسوس وانتصر عليهم وحاصرهم في عاصمتهم أواريس وطردهم خارج مصر تماما. يبقى أحمس هو من قام بطرد الهكسوس خارج مصر. ما ننساش دور إياح حطب، وهي ملكة مصرية عظيمة، هي زوجة الملك سقن رع وأم كاموس وأم أحمس. بالرغم من استشهاد زوجها سقن رع وابنها كاموس في حرب التحرير ضد الهكسوس، الى انها شجعت ابنها احمس على طرد الهكسوس، وكان حب الوطن لديها اقوى، فشجعت احمس على طرد الهكسوس، وبالفعل قام احمس بطرد الهكسوس. وبعد انتصار احمس على الهكسوس بينتهي عصر الاضمحلال الاول وبيبدا عصر الدولة الحديثة. وبكده انتهى شرح الدرس. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.